We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. سلام يا أصدقاء، شو الأخبار؟ فيديو جديد، واليوم الفيديو الرابع من سلسلة المينيماليزم. أنا حسيت إنه إذا بدي أطلع هلأ رحلة تسوق رح يكون الهدف منها بس إني أنا أصور الفيديو، وعلى الأغلب رح أشتري أشياء أنا مش بحاجة إلها بس عشان أفرجيكم الفكرة من التسوق. وأنا هاي الفترة مش كتير بحاجة لأشياء، برجع لكم بهذا الفيديو. ولما يصير الوقت إني أنا بدي أعمل فعلا تسوق باخذ الكاميرا وبصور لكم الفيديو، لأنه كان ممكن إنها تكون هيك مقتصرة على إني مثلا أتسوق لأكل أو لخضروات هيك أشياء. واو قطعت الكهرباء ورجعت وعطس. واليوم الفيديو رح يكون عن الأشياء الأساسية اللي استفدتها من رحلة المينيماليزم على مدار 4 سنوات. ليش حكيت هلأ 4 سنوات مع أنه مع بداية الفيديوهات كنت حكيت لكم 3 سنوات؟ لأنه مع نهاية هاي السنة بيكون صار لي 4 سنوات مينيماليزم أو تقللية. عدد كبير من الدراسات أثبت أنه إحنا لما ننظف الخزانة تاعتنا بيعمل لنا هذا الإشي راحة بال وصفاء ذهن. عشان أوضح لكم الفكرة بشكل أكبر، لو أنتم مثلاً رجعتوا لصندوق قديم عندكم أو قررتوا في يوم من الأيام أنكم بدكم تفتحوا الخزانة تاعتكم وموطفوها من الأشياء اللي فعلاً مش لازمتكم، شو شعوركم بيكون بعد هاي التجربة؟ الأغلب أنكم رح تكونوا كتير مرتاحين وحسيتوا براحة نفسية، مع أنه ممكن إحنا ما بنقضي كتير وقت إحنا ننظف خزانتنا أو نرتب الأشياء اللي فعلاً مهمة إلنا ونفصل بين الأشياء المهمة والأشياء المش مهمة، ولكن على الأغلب لما بنعمل هذا التصرف بنشعر براحة وبنشعر بصفاء ذهن. كل شيء قدامي واضح، كل الأشياء اللي أنا موجودة في حياتي مبينة قدامي، مش بحاجة إني أنا أرجع مرف لورا حتى أعرف شو الأشياء المهمة بالنسبة إلي والأشياء اللي مش مهمة. صحة أفضل. السؤال الوحيد اللي سألته لنفسي حتى أوصل لهاي الفائدة هو سؤال: لو أنا قللت الأشياء اللي موجودة حوالي هل رح أشعر براحة أكبر؟ مثال بسيط، لو عندنا في البيت كتير أغراض، كل هاي الأغراض بحاجة لتنظيف، فأنت رح تستهلك كتير من قوتك الجسدية وكتير من الإنرجي اللي عندك والطاقة اللي عندك حتى أنك ترتب البيت، وهذا الشيء بيستهلك وقت أكتر، بيستهلك من جسمك ومن وقتك. في مقولة كتير مشهورة لديف رامزي واللي هو مستشار مالي وأحد أفضل الكتاب في مجال الاقتصاد وكتبه من الأكثر مبيعاً عالمياً، بيحكي فيها إنه إحنا we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. إحنا بنشتري أغراض إحنا مش بحاجة إلها بمصاري معناش إياها لنال إعجاب أشخاص إحنا ما منحبهم. تخيلوا كمية الحرية اللي رح تحسوا فيها لو فعلاً تخلصتوا من هاي الفكرة وتخلصتوا من الأشياء اللي فعلاً ما بتجلب لكم السعادة وركزتوا على الأشياء اللي انتوا فعلا بدكم اياها. ولنتمم كل الحكي اللي حكيناه بنيجي لفائده كتير اساسيه وهي more time، وقت اكثر. في العالم اللي احنا عايشين فيه كتير صعب انه الواحد يحكي لا، عبارة لا مش كتير مستساغة، لأنه العالم اللي إحنا عايشين فيه اتعودنا فيه على عبارة يس يس، نعم نعم ماشي أوكي اتفقنا. يمكن الناس ما تقبلك في الأول ولكن شوي شوي هيتعودوا عليك. إحنا لما نقرر إنه في شغلات إحنا ما بدنا إياها، أنا ما بدي هاي العلاقة، أنا ما بدي أطلع هذا المشوار، أنا ما بدي أستهلك هاي السلعة، كل هاي الأشياء لأنها ببساطة ما بتجلب لي السعادة، هاي أشياء مش مهمة بالنسبة إلي. أنا لما بقول يس وبوافق على هاي الأشياء أنا فعليا بضيع من وقتي اللي كان ممكن إني أنا أستثمره في أشياء تانية بتفيدني بتهمني بتسعدني. وهذا بيشمل العلاقات الاجتماعية، هذا بيشمل السكجول برنامجك اليومي، شكل الروزنام بتاعتك، شو الأشياء اللي فعلا أنت حابب أنك تعملها في يومك وشو الأشياء اللي بتقدر أنك تتخلى عنها لأنها ببساطة مش مهمة. وعشان نخلي الموضوع تفاعلي حابة أني أطرح عليكم فكرة وبتمنى أنكم فعلا كلكم تجربوها وتقولولي شو نتيجة التجربة. لمدة أسبوع بدي إياكم تنظفوا الكالندر تاعتكم، الروزنام تاعتكم من أي مهام ليلية، بمعنى كل الشغل اللي بدكم تشتغلوه اشتغلوه خلال النهار، ممنوع ابدا انكم تشتغلوا خلال الليل. فترة الليل خلوها فقط للاستمتاع، اما انكم تتعشوا مع الاصدقاء او مع الاسرة او مع شريك حياتكم، واستغلوا هذا الوقت لانكم تعيشوا تجربة جميلة. اطلعوا برا، تمشوا، اقرأوا كتاب حلو، اشربوا هوت شوكليت، ما بعرف، انبسطوا وقضوا وقت حلو لمدة اسبوع كامل كل ليلة، وكل الشغل خلوه خلال النهار. بدي أشوف شو انعكاس التجربة هاي عليكم وإذا فعلاً رح تحسوا إنه فرقت معكم ولا لا. أكونوا واثقين من شغلة أساسية، إنه الفرص الحلوة دائماً بتيجي عمرها ما رح تنتهي، ولكن الأساس إنكم تعرفوا وين تقولوا لا الأشياء اللي ما بدكم إياها وتقولوا نعم الأشياء اللي بدكم إياها. على الأغلب مش سربرايز ولا مفاجأة لأي حدا، أكيد كلكم وصلتوا لهاي الفائدة بدون حتى ما أحكي عنها
عنها واللي هي الاكسترا ماني، اكسترا كاش، مصاري اكثر. وطبعا لما انتم تقللوا من استهلاككم راح تصيروا تستهلكوا الاشياء اللي فعلا بتفيدكم، الاشياء اللي فعلا بتهمكم. فالفكره الاساسيه انه اكيد راح تسيفوا مصاري. وشيء اساسي في موضوع المينيماليزم في العلاقات الاجتماعيه وعلاقتها مع الاكسترا ماني هو انه انتم لما بتحددوا علاقاتكم، لما تقولوا انه هذا الشخص مهم في حياتي، له اثر ايجابي على حياتي، رح استمر في علاقة معاه. لما تقولوا انه هذا الشخص مش قاعد بضيف لي اشي، قاعد بياخد من وقتي، مش قاعد بيعطيني من وقته، فانتو تدريجيا شوي شوي هتقل علاقتكم فيه وهتنتهي وصير في عندكم تقللية في العلاقات الاجتماعية. شو انعكاس هذا الموضوع على موضوع الاكسترا ماني؟ لما انت تكون علاقاتكم قليلة، تخيلوا في عيد الميلاد قديش انتو بتصرفوا مصاري على الهدايا لأصدقائكم إذا كانوا مثلاً 10 أو 11 شخص، مقابل إذا كان عندكم 4 أصدقاء فعلاً حقيقيين بهموكم، بضيفوا شيء إيجابي لحياتكم، بيعكسوا شغلات إيجابية على حياتكم. قديش هذا الإشي رح يفيدكم من ناحية نفسية، علاقاتكم رح تكون صادقة أكثر، وأيضاً صرفكم للمصاري على الهدايا مثلاً في عيد الميلاد، في المناسبات الاجتماعية، قديش رح تكون أقل مقابل إنه أنت بتعرف مثلاً 11 أو 20 شخص وكل 20 هدول بدك تشتري لهم هدايا، لما يصير عندهم مناسبة بدك تروح تزورهم، بتتصرف مصاري، كل هاي القصص. هلا أنا في كتير شغلة هيك شوي وترتني، إنه في كتير ناس علقت على موضوع إنه أوكي بس هذا مش بخل، مش عارف شو. لا، هذا مش بخل فعلا، إنه قديش في من علاقاتنا الاجتماعية الموجودة في حياتنا هي علاقات صادقة، علاقات حقيقية مبنية على أساس حقيقي، ومش فقط إنها هي هيك علاقات ماتيريال مستهلكة لمشاعرنا، مستهلكة لأموالنا، مستهلكة لأوقاتنا. في هذا الموضوع لما تفكروا فيه بتحسوا انه الموضوع ما له ابدا علاقه في البخل، ما في اي نسبه تناسب بين التقلليه وبين البخل. البخل صفه سيئه والتقلليه هو اعتدال ووسطيه. دائما خلوا في بالكم الايه الكريمه وجعلناكم امه وسطا، الوسطيه والاعتدال هو اساس للحياه السعيده. بنهايه الفيديو بتمنى يكون نال اعجابكم، اذا حبيتوا ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على زر التنبيهات لوزعكم اشعارات والتنبيهات بكل فيديو جديد بحمله على هاي القناه. حتى التقيكم، حافظوا على ابتساماتكم، سلام.